صلينا جماعة في مسجد فقام الإمام للركعة الخامسة فقال له المأمومون سبحان الله فجلس ثم سلم دون السجود للسهو فخرج المصلون على ذلك. هذا غلط. إذا قام الإمام الخامسة في الظهر أو في العصر أو في العشاء ثم نبه ولم يرأه ثم نبه على الهزائل فرجع يلزمه أن يسجد السهو قبل أن يسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا زاد عن الصلاة ونقص فليس سجدتين. وذكر العلماء أنه إذا أتى بفعل يبطل عنده الصلاة وجب عليه سجود السهو. ولا شك أن قيامه لخامسة عامدا يبطل الصلاة. إذا فعله ساهيا وجب عليه الرجوع والجلوس وقراءة التحيات ثم سجود السهو قبل أن يسلم. وإن أخره سجد بعد السلام فلا بأس. أما تبطل السجود فلا. لكن لعله تركه ساهيا بعد. لعله ترك السجود ساهيا ولا ينبه. وإلا الواجب عليه يسجد السهو في مثل هذا. وهكذا في المغرب من قبل الرابعة أو في الفجر إذا قام إلى ثالثة ثم نبه أو تذكر ورجع عليه سجود السهو أيضا جبرا لصلاته. نعم. أسمعت سامحتكم الله. نعم. لو أنه جلس في الثالثة مكان الرابعة ثم نبه يسجد السهو. لأنه إذا جلس في الثالثة فقد عزم على ترك ركعة سهوا فإذا نبه سجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذي شك في صلاته على ثلاثة أربعة قال يجعلها ثلاثا ثم يصلى صلاته ثم يتم السهو. فإن كان صلى خمسا كان يجعل صلاته وإن كان صلى ثلاثا كان هذا التعظيم على الشيطان. ولو نبه الشيخ بعد خروجه من المسجد إذا قلت له ما سجدت يعود يسجد بحاضره يسجد بحاضره. نعم.